ثاني تأكد. تمام. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي في حلقة جديدة في يوم جديد، تمام، في منطقة جديدة. طيب يا أخوان، راح نحكي اليوم عن الرجم التكنيزي أو غير تكنيزي، لكن وجود الرجم، خلينا نحكي في منطقة، في خلينا نشوف مثلا هاي منطقة زراعية، خلينا نحكي، تمام، وجود رجم داخل المنطقة الزراعية، يعني عندي رجم داخل المنطقة، تمام، خلينا نشوف مع بعض رجم داخل المنطقة زي ما احنا شايفين الحد تبع الرجم هذا هو هيو، تمام، رايح بالاتجاه هذا وراجع لهون ومنتهي لا تحت، يعني بيشتغل لهون تقريبا، خلينا نحكي الرجم هذا. لكن الرجم هذا اللي موجود هنا رجم اصلي، مش تجميع صخور عن الارض الفاضيه وجيبوها على المنطقه هاي، لا، هذا الرجم اصلي، تمام. يعني وجود الرجم اللي بنحكي عنه على صفاه، على صخور ثابته، هذا اللي بدل على وجود، خلينا نحكي انه يكون اصلي او مش اصلي، تمام، او تقليد، ماشي، وجوده على صخره او صفاه ثابته، تمام. اذا العلامات والامور هاي راح ناخذها عن الصفات الثابته، لكن الرجم هذا اللي موجود هو دلاله على وجود شيء معين، لكن هل هو تكنيزي او غير تكنيزي، تمام، يعني احنا بنقدر نقول انه تكنيزي او غير تكنيزي، راح يبين معنا طبعا عن طريق فحص الاسياخ، تمام، لانه احنا بنعتبر انه الصخور اللي موجوده هي صخور متحركه لكن اصليه، لكن هي متحركه فتسقط عنها الاشاره، تمام. هاي الرجم زي ما احنا شايفينه، ايوه ها، تمام، تسقط عنه الإشارة، لكن وجود إشارات على الصخور دلالة على وجود إشي. الآن هذا صخر عندي مقصوص قص، هذا الصخر مقصوص قص، ما في مجال إنه يعني يصير زي كرة مثلا أو يدحدل، خلينا نحكي، لكن مقصوص قص، اعذروني على صوت الهواء يا إخوان، مقصوص قص، تمام. إذا دلالة على وجود إشي، خلينا نحكي مثلا هون هذا برضو في عندي قص في الصخرة هاي، هون عندي إشارة المغارة، تمام، على سبيل المثال هذا الحجر اللي هون شايفينه مقصوص قص، تمام. يعني الرجم يتكون من حجارة مقصوصة بالعدة، خلينا نحكي، أو مقصوصة بالإيد، تمام، زائد إنه تحتوي على إشارات، تمام، مثلا هاي ثابتة اللي تحت عليها زي ما احنا شايفين هون جرنين، او جرن اللي هو زي جرن الجرة، خلينا نحكي، لكن موجود عليها جرنين، ماشي، تثبيتا، يعني خلينا نحكي شغل تثبيت، ماشي، وجود هذا مثلا الحجر عليه بصمات وعليه الشغل تبعه. الان احنا ما بهمنا هذا الحكي كله، ما بهمنا الحكي كله، لانه بنكسر بعدين القاعده اللي بنقول احنا الحجر المتحرك تسقط عنه الاشاره، تنكسر معانا القاعده اذا جينا قلنا هذا الحجر نعتمد عنه الاشاره او نعتمد الاشاره اللي عليه، تنكسر القاعده، ما بدناش نكسر القاعده، بدنا نشتغل على شيء اسمه الاسياخ، تمام، ونشتغل على الزقزاق ونشتغل على الامور هاي، تمام. خلينا نركب هاي، طيب الشغل اليوم بدنا نشتغل عليه على هاي الصخرة أو على هاي المنطقة، تمام، بدنا نشتغل عليه أول شيء شغل زيكزاك بسيط، ما بدنا نبعد كثير عن المنطقة، يعني ما بدنا نبعد مسافة بعيدة، تمام. الآن هاي عندي الرجم هون في المنطقة هاي، الآن أنا راح أبلش من جنبها، خلينا نحكي، لأني ما بدي أبعد عنها عشان تظل الأمور ماشي متناسقة معانا، لأنه بدنا ناخذ الإشارة اللي موجودة، لأن المنطقة أصلاً كثير فيها إشارات يا إخوان، يعني كثير فيها معدن، كثير فيها شغل، فما بدنا نتشعب لشغل ثاني، تمام؟ راح نبلش الزقزاق مع بعض ونشوف، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله يكون واضح على الفيديو، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً هاي المنطقة اللي فيها الرجم على يميني، تمام؟ راح ابلش خليها على يميني واروح باتجاه ثاني عكس المنطقه، ما بدي اروح باتجاه المنطقه عشان ما اتخربط، ماشي، بدي اروح عكس اتجاه المنطقه، المنطقه على يميني بدي اروح هيك، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نبلش. الان انا بدي اعرف اذا في تكنيز او لا قبل تحديد انه في فراغ او لا. الان
لف معي اعطاني اشاره، اشاره معدن، تمام، هاي اشاره معدن، اعطاني اشاره معدن، اذا بدي اروح مع الاشاره واحدد وجود معدن او عدم وجود معدن. ليش ما ابعدتش؟ عشان ما اتخربط، لانه المنطقه كثير فيها اشارات، كثير فيها مواقع، تمام، فاحتمال يكون في عندي موقع هون، احتمال هون، احتمال هون، احتمال هون، فبقرب شوي من المنطقه عشان اخذ الزقزاق الصحيح، تمام. الان اخذت الاتجاه، الان انا بفحص فحص طبيعي مش تمثيلي، فحص طبيعي يا اخوان، تمام. الان عكس معايا هاي الاتجاه، راح اروح مع الاتجاه اللي اعطاني اياه بغض النظر المنطقه وعري او مش وعري، طبعا الفحص راح يكون نفس الفحص، تمام. الان انا ماشي مع الاتجاه اللي اعطاني اياه، رجعني، تمام، رجعني رجوعا. مش بالضروره يكون الرجم تكنيزي، لكن احنا اليوم لاثبات انه الرجم ممكن انه يكون تكنيزي، تمام. رجعني، بنكمل. الان رجعني كمان مره، رجعني نقطه هنا موجوده في المنطقه هاي، تمام، رجعني لنفس النقطه تقريبا، فبرجع باخذ الزقزاق كمان مره. الان اكس معي تقريبا، اكس، طلعوا كيف الايد مع الهاي، تقريبا اكس، لكن بدي اكد عليه مرة ثانية. رجعني كمان مرة، شايفين؟ رجعني كمان مرة، بدي ارجع كمان مرة لنفس الاتجاه. الان اعطاني النقطة الصحيحة تقريبا، الان عشان اشتغل النقطة هاي عشان اعرف شغلي صح ولا لا، اعطاني النقطة هاي في هاي المكان هذا، اعطاني النقطة هاي، تمام؟ لكن عشان ارجع اشتغل صح يعني في المكان هذا، قبر تكنيزي، المنطقة كلها قبور، لكن الله اعلم انه في قبر تكنيزي لو واحد شوي عمل. ماشي، اعطاني النقطة هاي زي ما حكيت لكم في هون، الان بدي اشتغل على التربيعة اللي جينا حكينا عنها، هذا كله الحكي قبل الفراغ. الان هاي اول اكس، تمام، هاي هيك، ثاني اكس رجعني، الان بشتغل على ثالث اكس، تمام، برضو رجعني، ماشي. اذا في فكره، في مسافه كبيره، يعني مش انه والله دافين في مكان واحد وخلاص، او مقتنيات في مكان واحد وخلاص، لا، المنطقه كبيره، تمام. الان باخذ اخر اكس، تمام، الان برجعني تأكيس كامل في المنطقة هاي. الان عشان أأكد وجود المعدن او لا 100% وانه تربيعتي صحيحة مليون بالمية، الان ببعد الاسياخ شوي عن بعض، ماشي، وبرجع باخذ على نفس المكان اللي أكس معي فيه الان حركة سيخ المعدن هيها، ماشي، لكن مش حركة كاملة زي ما حكيت لكم هيك، لا، أعطاني هيك، ليش؟ لأنه في عندي مسافة متر ونص لمترين، إذا برجع بحدد كمان مرة، برجع بحدد كمان مرة، هاي النقطة اللي عندي هون، برجع بمشي عليها من هون، من هاي المنطقة، يعني ببعد مترين، خلينا نحكي بس، أو متر ونص أو إلى آخره، الآن أعطاني التأكيسة الصحيحة. تمام، هاي التأكيس الصحيحة يا اخوان. اذا الشغل عندي في المنطقة هاي، يعني هون الشغل بس، ماشي. الان بدي افحصها فراغ، عكس معي المعدن هون. طيب لو بدي افحصها فراغ بطريقة سهلة، يعني بدناش ان نصعب الطريقة شوية على الجمهور، لانه بدنا نعطيهم الاشي السهل. الان عكس معي معدن في المكان ها، بوقف فوق المعدن، بمسك سيخ الفراغ لحاله، سيخ واحد اللي هو سيخ الفراغ، تمام، وبشتغل على سيخ الفراغ، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، بدي اشوف اذا في فراغ. الان الفراغ مسكر نفس المكان، تمام، الفراغ مسكر نفس المكان، برجع على المعدن مره ثانيه، برجع باخذ المعدن مره ثانيه، بوقف فوقي، اعطاني طبعا اكس هنا، اعطاني في المنطقه هاي اكس. الان برجع باخذ المعدن نفسه، خلينا ضد الهواء شوي، صحيح ولا لا، ماشي. الان زي ما احنا شايفين سكر معي، يعني الفراغ اللي موجود لا يتجاوز 3.5 × 3.5 يا اخوان، يعني كل الفراغ 3.5 مربع ب 3.5 مربع وخلاص انتهى، ماشي. اذا وجود عندي
مقبرة صغيرة، ممكن يكون فيها شخص، ممكن يكون فيها شخصين، لكن وجود التكنيز فيها، يعني فيها تكنيز. تمام؟ ليش؟ لأنه أعطانا المعدن من البداية. إذا ما عندي فراغ كبير، ماشي، وجود اثنين هنا ممكن يكونوا مهمين، عشان هيك نحط الرجم هذا كامل. ممكن يكون منطقة السكنية تبعتهم هون، يعني في المنطقة هاي. تمام؟ عشان هيك أعطانا الرجم موجود أو مش موجود. إذا قدرنا نعرف إنه الرجم تكنيزي عن طريق الأسياخ، عن طريق الأسياخ اللي احنا بنشتغل عليها، الأسياخ المبسطة، تمام؟ عرفنا إنه المسؤولين أو المكان عبارة عن مربع، تمام؟ عبارة عن مربع، عبارة إنه ممكن يكون اثنين ثلاثة، مش تركي، يعني مش عثماني ولا بالعلاقة العثمانية، بيختلف عن الإشارة التثبيتية اللي هي إشارة المسمار، ممكن تلاقوه في شجرة الصبو، ماشي، مغزوف أو مغزوف في الأرض، ماشي. لكن هذا الرجم يختلف، حتى الشكل تبع الرجم الروماني يختلف عن الشكل الرجم التركي، إنه هذاك بيكون مصفط تصفيط وفوق الأرض طالع 100 متر مثلا، مترين. لأن الرجم هذا اللي احنا شايفينه هو عبارة عن حجارة محطوطة حط وخلص وانتهى، تمام؟ لكن الحجارة إلها دلالة إنه هي مقصوصة قص، ممكن يكون عليها إشارات، ممكن يكون عليها شغل. يعني إن شاء الله إنه الشغل تبعنا مزبوط 100%. طبعا بنشكر الجميع على المتابعة، مش مشترك في القناة اشترك في القناة، فعل الجرس، وأهلا وسهلا فيكم يا أخوان.